النفسي للنادي الاهلي. اهلا يا دكتور محمد. اهلا كابتن مدحت، مساء الخير يا عمر. يا رب تكون بخير يا كابتن. الحمد لله رب العالمين. كان حضرتك ليك دور في عوده بركات عن قراره بالاعتزال؟ يعني اكيد انا احد الاسباب، بس مش انا لوحدي، اكيد الجهاز الفني كامل، الجماهير، الاعضاء، اللعيبه نفسهم، العيله، والده. طب قول لنا حوارك بعد اذنك معايا يا دكتور. انا كان حواري معاه، انا كنت قاعد معاه بركات، وعارف بركات من قبل كده، فعارف كويس قوي الظروف اللي مر بيها في الماتش واللي حصلت بعد الماتش. فلما قعدت واتكلمت معاه حسيت ان هو متاثر بالاحداث دهيت. قلت له بركات ما ينفعش ان احنا نتخذ قرارات وانت تحت هذا التاثير. لو انت ما فيش الظروف دي كلها عاوز تكرر الاعتزال براحتك كرر الاعتزال، بس دلوقتي ما ينفعش، انت هتهدى خالص، لما نتحسن هتشعر انك انت الامور ان القرار ده انفعالي وان القرار ده متسرع وان شاء الله هترجع فيه. والحمد لله هو ابتدى شويه بشويه كده يحس ان الامور بقت تبقى احسن، والنهارده الحمد لله اعلن ان هو رجع في الكوره. وولاده قالوا له يا بابا مش هنشوفك تاني بتلعب كوره، صحيح قالوا له كده؟ اكيد طبعا. قالوا له الجمله دي، انا عارف انا. ايوه. طب الاحوال النفسيه في الفريق بشكل عام يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. هي طبعا الفتره الاولانيه كانت صعبه شويه. طبعا. بس الحمد لله لما ابتدينا نندمج واحنا عاملين يوم طويل، فاللعيبه بتبقى موجوده اغلب الوقت في النادي، فالدنيا الحمد لله احسن، ويوم عن يوم احنا حاسين ان نفسيه اللعيبه بتتحسن، وان شاء الله الامور هتبقى احسن على الاسبوع الجاي باذن الله. ان شاء الله. اشكرك يا دكتور، اشكرك. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. يعني يمكن احنا دخلنا في